رئيس الجمهورية زيد زبيت نو يشارك بجانب نظرائه قادة الدول الأعضاء في السلف أعمال القمة 18 للجنة المشتركة ما بين الدول لمكافحة الجفاف والتصحر السلس. البلاد تحيي اليوم الوطني للمعاقين، فما هي حقوق المعاقين وما هي نشاطاتهم؟ تشاهدون ذلك في سياق هذه النشرة. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. انطلق صباح اليوم بنيامية عاصمة النيجر أعمال القمة 18 للجنة المشتركة ما بين الدول لمكافحة الجفاف والتصحر السلس، وكان رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو شارك في أعمال هذه القمة بجانب نظرائه قادة الدول الأعضاء في السلس. عثمان عبد الغني إدريس والمزيد من التفاصيل. القمة 18 للجنة المشتركة لمكافحة الجفاف والتصحر في الساحل السلس بدأت بكلمة ترحيبية قدمها رئيس البلد المضيف لقمة منظمة السلس يوسف محمد، الذي رحب بجميع الرؤساء الذين لبوا الدعوة وجميع ممثلي الدول والمنظمات العالمية والشركاء الفنيين الاقتصاديين التجاريين الزراعيين والمستثمرين. مؤكدا يوسف محمد بأن هذه القمة ستخرج بنتائج مثمرة ستسهم في تنمية وتقدم إفريقيا. أقبل الكلمة الترحيبية التي ألقاها الرئيس النيجيري تحدث فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية النقدية لدول إفريقيا المركزية والرئيس الدوري لتجمع سينصاد، الذي شكر أولا رئيس جمهورية النيجر يوسف محمد والحكومة وشعب النيجر على حفاوة الضيافة والاستقبال الحار الذي حظي به أثناء وصوله نيامي. عقب ذلك تطرق فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى أهم المواضيع التي يجب مناقشتها في قمة منظمة السلس بالنيجر، مركزا إلى مواضيع التنمية والزراعة ومحاربة الجفاف والتصحر بالساحل، كما تناول المواضيع التي ستقف آيق أمام نجاح اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف والتصحر، مطالبا نظرائه الأفارقة الحاضرين في هذه القمة العمل معا من أجل تنمية دول الساحل وبحيرة تشاد. كما دعا رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو من المنظمات الدولية والبنوك العالمية مساندة ومساعدة دول منظمة السلس لتنفيذ جميع المشاريع الخيرية التي ستقدم لشعوب دول الساحل السلس. وقال رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو يجب علينا بذل المزيد من الجهود الحثيثة لرفع تحديات الأمن الغذائي ومواجهة التصحر والجفاف في المنطقة، كما طلب من سكان الساحل بقوة أن يواصلوا منح أكبر إناية لإنتاج المحيطات الزراعية المفيدة وتوفير مزيد من الجهود في تمويل وحسن تسيير الحياكل المتكفلة بتوفير الإحصاءات الزراعية التي تربط جميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة أو تنمية المواشي والتنمية في منطقة دول الساحل. عقب كلمة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو تناول ناصية الحديث الرئيس السنغالي ماكي سال، كما تحدث رئيس الوزراء بدولة توغو ممثلا للرئيس التوغولي، الذي أكد بأن مجموعة دول غرب أفريقيا ستقف مع جميع منظمات تجمع دول الساحل والصحراء بهدف محاربة الإرهاب والتنمية، وستساند الدول الأعضاء بمنظمة السلس ودول الساحل الخمس في مختلف القضايا والبرامج التنموية من أجل إفريقيا قوية ومزدهرة ومتقدمة. أقبل ذلك كلمة ممثل رئيس مفوضية التشاد الأفريقي، كما تحدث خلال قمة منظمة السلس عدد كبير من ممثلي البنوك الدولية الذين وعدوا وقدموا لمنظمة السلس مبالغ مالية كبيرة من أجل تنفيذ عدد كبير من المشاريع بدول الساحل متمثلة في التنمية والمياه والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والسكك الحديدية والطرق بدول المنطقة. أخيرا الكلمة الافتتاحية الرسمية لقمة اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف والتصحر في الساحل التي ألقاها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا الرئيس الدوري لمنظمة السلس، الذي رحب أولا بجميع الذين حضروا قمة نيامي من أجل التقدم والتنمية والسلام والازدهار لدول الساحل. وأضاف بوبكر كيتا تمكنت منظمة السلس حتى الآن من تحقيق إنجازات هامة تذكر منها إنجاز العديد من الدراسات الخاصة بحصر المياه السطحية لتحديد الموارد المتوفرة بدول منطقة الساحل ومتابعة تطويرها وتكوين متخصصين في مجال الزراعة والمياه والرصد الجوي بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء بمنطقة الساحل. نذكر بأن منظمة السلس تواجه تحديات كبيرة من أهمها التعاون من أجل مواجهة التدهور البيئي في دول الساحل، والأمل على مساعدة السكان خاصة في الريف على تحقيق عيش كريم في أماكنهم الأصلية.
وقبيل افتتاح أعمال قمة سيل، فقد اختتم قادة مجموعة دول الساحل الخمس قمتهم التي ركزت بشكل كبير على محاربة الإرهاب والجرائم المنظمة. جاء ذلك من خلال البيان الختامي للقمة. قمة رؤساء الدول والحكومات بتجمع دول الساحل الخمس التي عقدت بنيامي استمرت طويلا، وذلك نسبة للمواضيع المهمة التي تم طرحها أثناء القمة لإيجاد الحلول اللازمة، ومن أجل أن تخرج هذه القمة الرابعة بنتائج مثمرة تخدم مصالح شعوب دول الساحل الخمس. في ذات السياق، دخلوا رؤساء الدول الأعضاء في التجمع في جلسة مغلقة استمرت عدة ساعات، من خلالها درسوا وناقشوا أهم المواضيع التي تأتي بالمصلحة لدول الساحل والتي ستسهم بلا شك في محاربة الإرهاب وفي بسط الأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال الجلسة المغلقة، استلم الرئيس النيجيري يوسف محمد رئاسة تجمع دول الساحل الخمس من نظيره إبراهيم بوبكر كيتا الرئيس السابق للتجمع، متمنيا له المزيد من التقدم والازدهار والسلام الشامل في المنطقة الساحلية الإفريقية. وبعد ذلك تمت قراءة البيان الختامي لقمة تجمع دول الساحل الخمس الذي ركز حول الجهود التي بذلت من أجل محاربة الإرهاب وإسباب الأمن والاستقرار في الساحل، مشيرين الرؤساء إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قوة الساحل العسكرية بسبب الخلل الأمني في الإقليم، بسبب الجماعات الإرهابية المتواجدة في بعض مناطق دول الساحل. كما شكروا الرؤساء جميع الشركاء التنمويين والاقتصاديين، خاصة منظمات المجتمع الدولي الذين وقفوا مع تجمع دول الساحل في جميع مشاكله ومشاريعه الحالية والمستقبلية، وأشادوا بالدور الذي لعبه مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أثناء مساعدتهم لقوات دول الساحل، وطلبوا من المنظمات الدولية الوقوف دائما مع التجمع لتحقيق أهدافه المتمثلة في محاربة الإرهاب والتنمية والسلام في المنطقة. كما اتفق الرؤساء بأن يؤسسوا مدرسة أكاديمية للشرطة داخل مدرسة الشرطة التشادية العسكرية لتدريب عناصر قوات الساحل. وقرر الرؤساء بأن يؤسسوا صندوق لدعم قوات تجمع دول الساحل. كما تم اختيار السيد محمد سامبو سيديبو الأمين الدائم لتجمع دول الساحل الخمس. وأخيرا اتفقوا رؤساء الدول بأن القمة القادمة لتجمع دول الساحل الخمس ستعقد عام 2019 بالعاصمة البوركينية واغادوغو. التقرير لمراسلنا عثمان عبد الغني إدريس. تباحث كل من السفير الإماراتي بالبلاد محمد علي الشامس والتركي إدوال صبري إركان كلا على حدة مع رئيس الحكومة بايمي باداكي ألبير، تباحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تشاد والإمارات من جهة وتشاد وتركيا من جهة أخرى. حسن درمود. رئيس الحكومة فاهمي فتاكي ألبير استقبل سفير الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد سعادة محمد علي الشامسي. يدخل هذا اللقاء في إطار التعاون الاقتصادي والتنموي والمصالح الأخرى المرتبطة بين الدولتين تشاد والإمارات العربية المتحدة. إن تشاد والإمارات العربية المتحدة تربطهما علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ فترة طويلة، في ظل الرئيس إدريس ديبي إتنو ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد. وفي هذا اللقاء رئيس الوزراء فاهمي فتاكي ألبير أشاد بتقوية العلاقات المتميزة بين البلدين، وأكد لسفير الإمارات العربية أن الحكومة التشادية تثمن هذه الصلة التي تصب في مصلحة الشعبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. وأقبل مقابل سفير الإمارات العربية المتحدة محمد علي الشامسي تحدث للصحافة لمضمون لقائه مع رئيس الوزراء، حيث قال: ناقشنا مع رئيس الوزراء الزيارات القادمة اللي راح تكون لصندوق أبوظبي للتنمية ولغرفة التجارة والصناعات أبوظبي، وكيف العمل الاقتصادي اللي نخطط له في المستقبل كحكومتين مشتركتين. كما استقبل رئيس الوزراء فاهمي فتاكي ألبير السفير التركي لدى البلاد سعادة إردال صبري إرغان، الذي جاء إلى البلاد منذ شهرين كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده في تشاد. ومن هذا المنطلق جاء السفير التركي بتسجيل زيارة ودية لرئيس الوزراء، وتباحث معه حول نتائج زيارة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان لتشاد.
ونص مع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على مختلف المشاريع الذي تقدم المصلحة المشتركة بين البلدين. وبعد خروجه من المقابل السفير التركي أكد أن تركيا قامت بإمضاء اتفاقية تنفيذ مشاريع ضخمة تركية في تشاد، وذلك طبقا لحسن العلاقات العزلية منذ القرن السادس عشر التاريخية بين البلدين في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وستستمر دولة تركيا في هذه العلاقات. يرافق السفير التركي في هذه المقابلة منسق وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا ومدير مدرسة المعارف التركية في تشاد، وقدموا لرئيس الوزراء نشاطاتهم في المدرسة والخطة المستقبلية وعلاقاتها مع تشاد. أدى المفتش العام النائب للدولة حسين محمد تولي القسم الدستوري أمام قضاة من المحكمة العليا، وكانت المناسبة رأسها رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور. تقرير آدم محمد شرف الدين. الرئاسيين رقم 179 الصادر بتاريخ الأول من فبراير من هذا العام، والقاضي بتعيين المفتش العام النائب للدولة الجديد حسين محمد تولي، حيث تم عداءه بيمين الدستوري أمام رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور والمدعي العام للمحكمة العليا، حيث تلفظ بعبارة التي هي أقسم بالله العظيم. وبعد أداء القسم قدم المدعي العام للمحكمة عثمان سليمان حارون كلمة أوضح فيها أن المفتشية العامة للدولة تلعب دورا كبيرا في مراقبة ملفات والوثائق والمستندات الخاصة للدولة، لذا طلب من المفتش العام النائب الجديد حسين محمد تولي القيام بمحامه المنوط به وتنظيم مستندات الدولة ومراقبة الإدارة العامة. كما دعا رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور من المفتش العام النائب الجديد التحلي بروح المسؤولية وأداء العمل بالتفاني والإخلاص واحترام نظم وقوانين البلاد. عقد مندوب الحكومة لدى بلدية إنجمينة الدقو يعقوبة لقاء تنويريا لمسؤولي الدوائر العشر بالعاصمة إنجمينة. اللقاء تناول من خلاله الدقو أهداف الوكالة الوطنية لأمن الأفراد. خليل حسن صالح والمزيد من التفاصيل. يأتي هذا اللقاء الذي جمع مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة وعمد الدوائر العشرة بالعاصمة مع أعضاء الوكالة الوطنية لأمن الأفراد بغرض تنويرهم حول الوكالة وما يمكن أن تقدمه في مجال تأمين الوثائق الثبوتية وحماية أوراق الأحوال المدنية للمواطنين. في افتتاحيته لأعمال هذا اللقاء تحدث مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة الدوغو يعقوبة عن الهدف من هذا اللقاء وأهميته بالنسبة لعمد البلديات باعتبارهم الأكثر قرابة من الشعب. أما المدير العام للوكالة الوطنية لأمن الأفراد محمد عمر كيسو شرح برنامج الوكالة والذي يسعى إلى تنظيم الأوراق ووثائق الأحوال المدنية وضبطها بواسطة البطاقة الممغنطة واستخدامها لمعرفة المواطنين وتحديد الأجانب المقيمين بالبلاد. وأردف المدير العام أن تحويل الوثائق إلى النظام الممغنط يساعد على توفير الأمن والتصدي للأعمال الإجرامية خاصة تلك التي تتعلق بالإرهاب، مطالبا من عمد الدوائر مساعدتهم في تحقيق ما يصبون إليه من غايات. وقد تم عرض توضيحي عن خطط الوكالة وأهدافها وطرق إدارتها وسبل تحقيقها من قبل الخبير سيدي علي الطيب نافع. بعد ذلك قدم عمد الدوائر بعض التساؤلات مدعمة باقتراحات تساعد على إنجاز الخطة حتى تعود بالنفع للمواطنين. الوكالة الوطنية لأمن الأفراد جهاز وليد يهتم بالأحوال المدنية وضبطها لتكون في متناول المواطنين والحد من عمليات الغش والتزوير وتأمينها لتناسب متطلبات العصر التقني. شهدت مدينة فدا حاضرة إقليم إنيدي غرب اختتام أعمال ورشة الإقليمية حول الورود الصغيرة المدعومة من قبل البنك الإسلامي للتنمية لصالح نساء الإقليم. المناسبة رأسها وزير التدريب المهني والقروض الصغيرة آدم دنجاي نكور قيد إشراق عبد الرحمن.
إن المشاريع ذات الطابع الصغرى تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية، لا سيما في ظل دورها الرئيسي في محاربة مؤشري الفقر والبطالة. فالمحطة الأخيرة لوزير التدريب المهني والمهن الصغيرة آدم دنجاينا كورجيت والوفد المرافق له هي مدينة فدا حاضرة إقليم نيدي غرب لأجل تدريب النساء وإعداد المشاريع الصغيرة المدعومة من قبل بنك الإسلامي للتنمية. وفي الكلمة الافتتاحية للورشة رحب عمدة مدينة فدا بجميلة شيب الوفد الوزاري وقال بأن هذه الورشة جاءت في الوقت المناسب حيث أن المشاركات في أمس الحاجة لها. الأمين العام بإقليم إبراهيم بكور أوضح بأن هذه الورشة الأولى من نوعها للجمعيات النسائية في مجال إعداد المشاريع الصغيرة، لذا على المشاركات التركيز في الورشة والعمل بكل الإرشادات من قبل الخبراء لهن في هذا المجال. وزير التدريب المهني والمهن الصغيرة آدم دنجاينا كورجيت أكد بأن هذه الورشة تلبي تطلعات المرأة الشادية في مسائل التي تخص القروض المالية الصغيرة المدعومة من قبل بنك الإسلامي للتنمية. العايشين في هنا فدا ليعلمك كيف كان قدام بعد التدريب أنا يومين الفينانس مادة يقدر ينظم نفسهم لبحارب الفقر في الولاية ده خاصة وفي الشات كافة. المنبع أنه قد استفادت من هذا المشروع حتى هذه اللحظة إقليمي إنيدي شرق وغرب. قدمت وزارة الري والإنتاج مشروعها الجديد المتعلق بإدخال نظم حديثة وذلك أمام عمال الوزارة. الأمين العام للوزارة عبد القادر التجاني كيبرو هو من رأس المناسبة. التقرير التالي لحليمة سعد يعقوب. بهدف الاستثمار الجيد بالنظم الحديثة في الإنتاج الزراعي في البلاد، لذا جاء عرض مشروع كاناريكو السويدية والذي ينفذ لأول مرة في إفريقيا المركزية بحضور الأمين العام بوزارة الري والإنتاج والمعدات الزراعية عبد القادر التجاني كيبرو. وفي نفس الإطار قدم الأمين العام لوزارة الإنتاج والري والآخرون أسئلة واستفسارات تنصب جلها حول أهمية هذا المشروع، حيث قام ممثل المشروع جورج ويليام بالرد على الأسئلة الموجهة إليه بأسهل الطرق وتوصيل أهداف المشروع. بدوره ممثل المشروع كاناريكو السيد جورج ويليام موضحا في حديثه بأن اختيار تشاد لتنفيذ هذا المشروع نسبة لخصوبة الأراضي الصالحة للزراعة والعمل على مساعدة المرأة الريفية. الأمين العام بوزارة الري والإنتاج والمعدات الزراعية فقد أوضح في حديثه أهمية هذا المشروع الهيوي. فنحن اليوم استقبلنا وفد من دولة السويد وهم بيحملوا مشروع زراعي، وهذا المشروع هو من المشاريع المهمة جدا لأنه هم بيأخذوا في عين الاعتبار مرحلة الإنتاج ومرحلة التصنيع الزراعي ومرحلة التسويق بإنشاء بعض النظم الحديثة. ونشير إلى أن هذا المشروع يدخل هذا التنفيذ في الغريب العاجل. سياسيا، يواصل مكتب الأمانة العامة للشباب لحزب الحركة الوطني للإنقاذ حملته التوعوية داخل العاصمة نجمينة، وقد وصلت الحملة إلى مقر المجلس البلدي للحزب بالدائرة السادسة. هارون أب آدم والمزيد من التفاصيل. الأمانة التنفيذية لتجمع الشباب الحركة الوطنية للإنقاذ لمدينة إنجمينة تواصل حملتها التوعوية في الوسط الشبابي، وقد جاء دور شباب الدائرة السادسة حيث رحب كل من النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة السادسة ومسؤول تجمع RGMPS بنفس الدائرة بالوفد، مؤكدين تعهدهم بأخذ محتوى الرسالة بعين الاعتبار والعمل بها من أجل المصلحة العامة. أما رئيس تجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ RGMPS لمدينة إنجمينة محمد صالح موسى فقد دعا إلى ضرورة توعية المواطنين بعدم الاستماع والإصغاء إلى الدعاوى المغرضة للأحزاب السياسية والجمعيات المدنية التي تحرض المجتمع إلى العصيان المدني بسبب الأوضاع الاجتماعية الراهنة. المشكلة أنا كريزة ما إلا في تياد ويدا بجدوغ علينا. الكريزة لما البلدان كتار والناس القاعدين في الدولة بس يلموا ويلقوا لها هلل. بارد الكريزة لما سمع الآخرين ده ألا ما رسل لهم ملك قال امشي ادي لهم كريسه نمدا هم بلهم وافقوا وليقوا هلال مرجين هنا شاري ده ما في مساله هنا بلد اي واكل خليه يفهم يسانسيبيزي زين قال في كارتيا غدا انينا اي ما وقت ده ناس يستعملون انينا جن بس وشي هنا سالر ده ناد مال مسكه ما في لما سانا كلنا كي وده بس الدرب الواحد يهلينا من المشاكل كان قالوا نقعد في سيشن الاول ده كان حكومه ما قدرت اشارتها عن شارش اريري بيجي تروا مؤكد مؤسس مؤف فرسنا هناكم بطل مشاكل آخر ندوس فوقها.
إن الطريقة الكفيلة لحل هذه الأزمة هو الحوار الاجتماعي من أجل التوصل إلى التراضي لبناء مجتمع متكامل في ظل الديمقراطية. اتخذت الحكومة قرارات جديدة تتعلق بتطبيق القوانين ضد الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية التي تدعو إلى التظاهر أو المسيرات. حول هذه الإجراءات أعد الزميل محمد حسن عبد الرسول الورقة التالية. التجاوزات القانونية التي ترتكب من بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني التي تحرض وتدعو المواطنين لمسيرات ومظاهرات غير مرخصة بحسب قوانين الدولة، فقد اتخذت الحكومة القرارات العقابية تجاه عدد من الأحزاب السياسية التي لم تحترم النظم والقوانين التي تنظم التظاهرات والمسيرات المشروعة نصا، حيث تم تجميد نشاطات مجموعة الأحزاب السياسية التي تحرض المواطنين على الفوضى والتخريب لمدة شهرين، تليها إجراءات أخرى مصاحبة بحسب تصريحات وزير إدارة الأراضي والأمن العام. إذا كان إحنا في دولة ذات سيادة وذات سلطة أنينا نطبق بالحرف القانون، لأننا نعلم كلنا ما في إنسان فوق القانون. والشيء العجيب نفس الرؤساء عن الحزب ديل ونفس الرؤساء عن المجتمعات المدني ده هم بس بيتكلموا بالقانون القانون ثم القانون، وهم بس بنفسهم بيتناقضوا بخرجوا من القانون وما بيترموا الدولة وما بيترموا القوانين. ناس دول هل في عقليتهم يعني عقلهم سليم؟ إذن أني هنا لما نقول ممنوع للخروج أو للمظاهرات في الشارع ده ما عشان يفرحنا، أني هنا عندنا الأوضاع الأمنية الآن صعبة، وهنا بنقيس نقيس الوضع الأمني. إذا يسمح نسمح للناس تظاهر، إذا كان الوضع الأمني ما يسمح نقول ممنوع ثم ممنوع ثم ممنوع. والإنسان ما يحترم القانون وما يحترم القرار الذي يتلوه، هذا الإنسان قال يأكد نفسه أنه وقع أو فجق القانون. كيف في هذه الدولة حكومة تقول نعم، واحد عشان هو رئيس حزب يقول لا، حكومة تقول نعم هو يقول لا، حكومة تقول لا هو بيقول نعم. هذا الإنسان هو من ده معناه تهدي سلطة الدولة، معناه فوضى، معناه أي كلام. وأننا كحكومة لم ولن نسمح لأي شخص أو لأي رئيس حزب أن يغرق القانون. عشان ده أنا أقول من هنا، من هنا أقول وقدام أي حزب سياسي أو أي مجتمع أو أسوسياسيون دي لا سوسيتي سيفي، إذا كان إحنا شلنا قرار قلنا لا وهو خرج، فليعلم نطبق بالحرف القانون فوقه. والقانون أول يبدأ بالسسبانسيون أنا نشاطاته، وبعد ذلك ندخل معه في المحكمة ونلغي الحزب بتاعه ونلغي الأوراق التي تسمح له بمارس نشاطات سياسية أو اجتماعية. علما بأن الحكومة دعت وما زالت تدعو جميع القوى الحية والمؤسسات النقابية والعمالية إلى خيار الحوار والمناقشات بغية الوصول إلى مخرجات ونتائج تخدم المصلحة العامة للدولة. وفي هذا السياق جاء لقاء رجال الدين الإسلامي والمسيحي برئيس الحكومة بايمي باتاكي ألبير، الذي أشاد بجهود رجال الدين في المساهمة وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والنقابات العمالية، داعينا الجميع على تغليب روح الوحدة الوطنية وحب الوطن فوق كل الاعتبارات التي تعرض البلاد للفوضى ونقطة لا عودة. الحكومة هي جاهزة للمفاوضات
والتفاهم مع النقابة حتى يصلوا إلى نتائج إن شاء الله مثمرة لرفع هذه الأزمة. ومن المعلومات التي وجدناها تتيح لنا عندما نوعي عبر الخطاب وعبر التوعية بالنسبة للمواطنين وبالنسبة لأتباعنا يفهموا المشاكل الحقيقية ما بين الحكومة وبين النقابة العمال. على العموم فإن الحكومة التشادية بابها مفتوح على مصراعيه لمن أراد الحوار والوصول لحلول بحسب إمكانيات وقدرات الدولة المتاحة. وفي نفس السياق فإن الحكومة تحذر الجميع من مغبة نشر الفوضى والتحريض بغرض زعزعة الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمعاقين دورة 2018 أعد الزميل ياسر محمد أحمد التقرير التالي حول القوانين والنظم التي اتخذتها الحكومة التشادية لصالح المعاقين. يصادف 7 فبراير من كل عام اليوم ذوي الإعاقة الجسدية، وعليه فقد تحدث النائب البرلماني بالدائرة 6 بيرال بايكوبو عن القوانين والتشريعات التي تخول منع حقوق المعاقين وإتاحة الفرص لهم لأجل الحصول على حياة كريمة ودمجهم في المجتمع، مضيفا بأن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوق كسائر المواطنين كما أنهم يشتركون في جميع الحقوق والواجبات. وأضاف أيضا بأن هناك مجموعة من القوانين تنص بأن يتمتع هؤلاء الأشخاص بكامل الحقوق كبقية المواطنين. هذا ونشير بأن اتفاقية حقوق الإعاقة هي معاهدة دولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما قام فريق من قسم التحرير بإعداد ورقة حول حماية حقوق المعاقين. عائشة أحمد دقي. الإعاقة هي سمة خلقية يولد بها بعض أفراد المجتمع أو تصيب بعض الأشخاص جراء حوادث مرورية أو مرضية تشل أجزاء من الجسم السمعية والبصرية كانت، ومع ذلك كله فإن للمعاق حقوقا تستدعي التوقف عندها، ويلزم السلطات على توفير تلك المستلزمات لمزاولة نشاطه في حياته اليومية بشكل طبيعي في مختلف القطاعات العامة والترفيهية. في تشاد دا ولا ناس ما جاي أفهموا كلام أنا عن الكابيدول وما جاي يقدروا يسولوا ياتو باتشما المين دا أكسي عشان باتشما لا عن الكابيدول ومين دا رجل الجاي في فتره لا قدا إلى تسولوا الجاي نادي رام داكسي دا قبل يو يفوت فوق يمشي شكرا يسوي كده ما جا وبعدين في ياتو سنت دجيو شنو دول دا كله ولا غوفر ماما فكالة عن الكابيدول. المساهمة في العملية التنموية تبنى على أساس الأفكار السليمة والنظرة البعيدة ولا تؤخذ بحجم الشكل الظاهري للإنسان. عندي كافي كاترين جايين جاي أكاديم، جاي جبوا له فكرة نوم، جاي أنكرجي له ياتو ديفلوبمنت في. نظرة المجتمع للمعاقين جسديا بعين التقصير والدونية تضعف من نفسيتهم المعنوية وتزيد عليهم عبء تحمل الإعاقة. فالإعاقة أولا وآخرا ليست بالشكل، وإنما الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الأقل. فكم من معاف عجز أن يحقق ما يفعله ويجيده المعاقين رغم أحوالهم الخاصة. ترأس ممثل صندوق الوطني لدعم التدريب المهني نور الدين سليمان حفل أعمال اختتام الدورة التدريبية التي نظمت لصالح أتباع الكنيسة الكاثوليكية الذين يمثلون 7 تجمعات كنسية. المشاركون تلقوا تدريبات حول الأعمال والحرف اليدوية كالتضريد وصناعة الأكياس البلاستيكية. قام وفد من رابطة العلماء والدعاة بدول الساحل بتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل فضيلة الشيخ حسين حسن أبو بكر بقيادة الأمين العام للرابطة يوسف بالمهدي آدم حنفي فاضل. ثلاث أسابيع مضت وما زال يتوافد الأصدقاء وأهل المعارف لتقديم واجب العزاء لفقيد الأمة التشادية الشيخ الدكتور حسين حسن أبو بكر الذي لبى نداء ربه في 14 من شهر يناير المنصرم. فجاء وفد من رابطة العلماء والدعاء لدول الساحل يتقدم بالعزاء للأمة التشادية ولأسرة الفقيد. الأرواح جنود مجندة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، واعتبرنا أنفسنا مع هذا المجلس المبارك أعضاء وخداما وأهلا وجيرانا بكل ما تحمله هذه الكلمات من معاني. هو فقيدنا
وقد بكيناه وتأثرنا بفقده وحق له ذلك، فهو رجل في أمة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وجعله إن شاء الله في الصديقين والصالحين. نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد رحب بهذا الوفد الذي يحمل رسالة الحزن والأسى بخصوص وفاة الراحل. من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأعضائه وباسم أسرة المرحوم وباسم المجتمع التشادي أقدم لكم الشكر الجزيل على هذه المواساة في فقيد الأمة. البروفيسور بالمهدي قال إن فقدان الشيخ حسين حسن أبكر ليس ألما لأبنائه وأسرته فقط، بل ألم أصيب به كل الأصدقاء وأهل المعارف، مؤكدا حين وفاة الراحل جميع الأمة الإسلامية تفاجأت، وذلك بناء على صلاة المعارف والإنجازات التي حققها الشيخ في طريق العلم والوصايا الإرشادية الأخرى. كما قام الوفد بزيارة إلى منزل الفقيد وقرأ رسالة العزاء إلى أبنائه، كما توعدت الرابطة بإهداء كتب باسم الفقيد بأن تكون له صدقة جارية. هذا ما جاء على لسان الأمين العام للرابطة، وفي ذات السياق وصل وفد الرابطة إلى ضريح الراحل الشيخ حسين حسن أبكر بمقبرة لاماجي، حيث رفع الزائرون وأعضاء المجلس أكوفة الضراعة للترحم عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا الخبر ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.